المرأة الريفية لم تكن مجرد امرأة عادية على مر العصور، إذ واجهت على مر السنين كثيرا من الصعاب والمشكلات وتحدت الظروف الصعبة ومشقة العمل. ويشكل دور النساء الريفيات عاملا رئيسيا في تحقيق التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة للتنمية الشاملة، وهو ما دفع الأمم المتحدة للتأكيد على أن تمكين النساء الريفيات مفتاح أساسي لتحقيق الانتاجية الاقتصادية الشاملة. وبحسب تقارير أممية فإن أكثر من 60% من نساء العالم يعملن في الزراعة، فيما تمثل المرأة الريفية نحو 43% من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية. كذلك أشارت إحصاءات دولية إلى أن نحو 76% ممن يعيشون في فقر مدقع معظمهم في المناطق الريفية، وأن ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم، ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ولهذا جاء تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش على أن تمكين النساء والفتيات الريفيات أمر لا غنى عنه لبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالازدهار. وباستثناء عدد قليل من الحالات، تكشف المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن أن المرأة الريفية تعاني أكثر من الرجال في المناطق الريفية، بالإضافة إلى ما يعيشنه من فقر وإقصاء. وتشير أحدث البيانات إلى أن 66% من النساء على مستوى العالم ينتجن 50% من المواد الغذائية، في حين يحصلن على 10% فقط من الدخل ولهن 1% فقط من الممتلكات. ووفقا لتقديرات فإن النساء يشكلن ثلثي فقراء العالم، كما أن عدد النساء الريفيات الفقيرات في ارتفاع مستمر حتى وصل إلى 50% خلال العقدين الأخيرين، في حين زادت نسبتهن لتصل إلى 65% في بعض البلدان العربية، وهو ما يعني قلة الفرص المتاحة أمامهن وغيابهن عن مراكز صنع القرار ومشاريع التنمية والإصلاح، رغم ما يتكبدنه لكسب لقمة العيش وتوفير الغذاء للعالم.